عندك هنا أنا زعانف سمك بالكاستر. زعانف وسمك وبالكاستر؟ اي طبعا. طيارة واقعة هنا. عندك هنا أنا كيك سردين بالمربى. بس تدري الصدق يعني؟ اي سردين الصدق ما قصرت. اي ما فوال سالم. اه يا بي. وعندك أسئلة وعندي أسئلة. اوكي. في حالة عدم الإجابة من حقك الذوق بالأطباق. اها اوكي شايف. ماشي؟ حلو راح أبدي أني. وبالعافية اللي قدام. من دل سيارة البيع؟ حيدر عبد ثامر. أكل؟ رتب أسماء أصدقائك من الأفضل إلى الأسوأ. شنو السالفة اليوم حامين علي إيش يكون؟ ما أعرف أنت بعد. وأصدقائك أكيد يعني كلهم طيبين وحبابين. مرتضى حنيص، محمد خليل، علي نجم، مصطفى الطويل. من الأفضل إلى الأسوأ. هم كلهم أسوأ. زين ماكو بيهم يعني. ترتبهم براحتك يعني. من الأفضل إلى الأسوأ. مستحيل يعني مستحيل أخلي واحد. تمون علي مثلاً. مستحيل. مصطفى الطويل. كم مرة تعاركت وياه؟ لا بس أكثر واحد ما تعارك. أقل واحد ما أتعارك. لا تخلي. مرتضى تعارك وياه هواي. حمادة محمد خليل بس يلا ايه. اختار لي حبيبي. لا تحتار أنت اختار. شوف هذا الكيك بالسردين. تفضل. كيك بالسردين. إيه. حقيقة لما كنت باسطنبول باسطنبول كنت جالس على البحر بالعافية بالعافية أساسا فقولك لي قدامهم حلو تقدر يعني تمضغها أو تدبها بكيفك بعد بالعافية عليهم بالعافية مع السردين ما تقول السردين. يقول سؤالنا يقول كم مرة حبيت بحياتك واذكر لي أسماء اثنين منهم. يعني كل يوم ماكو لازم غرد أجاوب يعني شيء. أو أنت جاوب يمك. هسا كم مرة حبيت بحياتي؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات؟ يعني هاي بالمعهد أو بالكلية؟ لا أيام الحقيقية يعني الأيام مو المراهقة أكيد الأيام اللي مريت بيها بحياتي. زين اسم واحدة من عندهم أول حرف. أكو أغنية الماجد المهندس نادي يا هيفا أميرة جواهر يا مها عسل يا عيال حلو كل يعني لسه من ضمنهن أكو واحدة لا لا بس الأغنية يعني الأغنية هي شي تقول وإن شاء الله زين أول حرف وأنا كمل له هدى لا هاي يعني ناكل يعني ناكل قدامك أنت بعد يمك هاي هنا النخاعات من يحبني ما حد يعني أكل واحد عبالي 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 يأكلوا مكاني هذا الشطل وبالعافية نفس الشطل نفس الصباح إيه أوكي إيه فأنت سويت هذه شغلتك ذاك اليوم الشغلة أنا أقول لك بيها والله ها حلو لازم نبلع شيء حلو